ويا فضز كيفكم؟ شو الأخبار؟ اليوم يا إخوان رحلتنا على بريطانيا. تذكروا عملنا هذيك المرة الفطور، فطور بلاد الشام. المرة هاي بدنا نعمل الفطور الإنجليزي. كيف بنعمل الفطور الإنجليزي؟ الفطور الإنجليزي بسيط جدا على فكرة، وفي مكونات كتير زاكية. في بيض سكرامبل اللي هو البيض المخفوق، في فطر مشوي، بندورة مشوية، في عندهم شغلة اسمها البلاك بودينج، في عندهم توست بيجي معه مع زبدة، في عندهم فرنش توست برضو مرات بحطوا معها اللي هي توست مع بيض، بس هم بيسموهوش فرنش توست، بيسموه إيج توست. في عندهم كمان فاصوليا البيضاء. إحنا اليوم بدنا نعمل الفطور الإنجليزي اللي علقتنا. بدي أورجيكم كيف الفطور الإنجليزي بنعمل بطريقة عمله. في الهاش براونز برضو هدول كتير زاكيين. خلينا نفوت على المطبخ ونبلش فيها. يلا. أول إشي بنعمله منجيب حبة البطاطا ومنقشرها، منقطعها لقطع متوسطة بالحجم، منحطها بمي نخليها تغلي لفترة منيحة. بتكون البطاطا جاهزة بمجرد ما نحط فيها السكينة، والسكينة تطلع بدون ما ترفع حبة البطاطا. منضيف البطاطا اللي موجودة عندنا بقلب مصفاي، ولازم تكون البطاطا سخنة. منجيب معلقة ومنضغط على البطاطا من خلال المصفاي. بعد ما نخلص هاي العملية بنكتشف انه كل البطاطا طلعت معنا من الشقة الثانية مهروسة بشكل ممتاز. هاي الطريقة برضو بنقدر نستخدمها بعمل الماش بوتيتو. قبل ما تبرد عنا البطاطا منجيب قالب، أو ممكن نشكلها بإيدينا. أنا استخدمت هاي المرة قالب. منجيب البطاطا ومنشكلها بداخل القالب. بعد ما نشكل البطاطا جوا القالب، نحمل الصحن اللي فيه البطاطا ومنحطها بالفريزر لمدة نص ساعة. البطاطا صارت جاهزة وباردة تماما. منجيب بيضة نخفقها كتير منيح، ومنجيب صحن الأرشلة. منحط البطاطا بقلب البيض، وبعدين منحطها بالأرشلة عشان نعمل لحبة البطاطا تغليف تام بالأرشلة.
بعد ما تتم هاي العملية منرجع منحط البطاطا المغلفة بالأرشلة بقلب الفريزر لمدة نص ساعة. يفضل لما نيجي نقلي البطاطا نحطها بنفس المقلة اللي قلينا فيه حبات السجق أو الهوت دوغ ومنضيف لها 20 جرام من الزبدة. نترك البطاطا تنقل بشكل جيد لحد ما نوصل لهذا اللون من التحمير، وهذا هو اللون اللي احنا بدنا اياه. منجيب جاط من البايركس او اي جاط ممكن نستخدمه بقلب الفرن ومندهن عليه زبدة. منضيف عليه حبات الفطر اللي موجودة عندنا، ومنضيف كمان حبة البندورة منقطعها بالطريقة اللي احنا منشوفها مناسبة. في حالة شوي البندورة هي افضل طريقة لتغطية البندورة. منضيف عليها الملح، ومنضيف لها كمان فلفل، وعشان ما تنشف معنا حبات الفطر يفضل انه نحط عليها شرحتين صغار من الزبدة. منحطها بالفرن على درجة 180 لمدة نص ساعة، وهيك صارت جاهزة. طريقة عمل السكرامبل ايج او البيض المخفوق. منضيف البيض بمقلى درجة حرارته متوسطة، منضيف عليه ربع كوباية كريمة، ومباشرة نبدأ بالتحريك. عملية التحريك لازم دايما تستمر في عمل البيض المخفوق. لما ينخلط معنا المزيج منضيف عليه 30 جرام زبدة. أفضل طريقة لوصف عملية عمل البيض المخفوق 30 ثانية، يعني 30 ثانية منضلنا نحرك وهي على النار، بعدين نرفعها على النار لمدة 30 ثانية مع استمرار بالتحريك. منضلنا نعيد هاي العملية 30 ثانية على النار، 30 ثانية بعيد عن النار مع التحريك المستمر لحد ما نوصل للقوام المطلوب. مهم جدا التحريك في كل مكان في المقلى وخصوصا الأطراف. لما نوصل لهذا القوام معناته البيض المخفوق صار عنا جاهز. نطفي الغاز، وبهاي المرحلة بنقدر نضيف الملح والفلفل. دائما في عملية صنع البيض المخفوق يفضل إضافة الملح والفلفل بالنهاية عشان ما يفقد البيض القوام اللي احنا بدنا نوصل له. هذا هو القوام المطلوب. منضيف 20 جرام من الزبدة في المقلة،
منحركهم كتير منيح عشان تنتشر الزبدة في كل مكان بالمقلاة، ومنضيف هون قطعتين الهوت دوغ أو السجق اللي احنا بنستخدمه، ومنسيبهم يتحمروا بشكل كتير كويس. بعد ما نخلص من تحضير السجق ونحمره بشكل كتير كويس، يفضل انه احنا ما ننظف المقلة لانه رح نستخدمه في عملية قلي الهاش براون اللي عملناها بالاول. وهيك بكون الفطور الانجليزي تبعنا صار جاهز. صحة وميت هنا. هذا هو يا جماعة الفطور الإنجليزي، هيك بنعمل. صراحة هذا الفطور كتير زاكي، أنا شخصياً بحبه. طبعاً ناقص عنا هون إحنا بهذا الصحن اللي هي الفاصوليا البيضة، بتنعمل بصوص أندورة حمراء، هي بتيجي جاهزة معلبات وبتقدروا تحطوها وتسخنوها. يعني بدي أجرب هالشغلة أول، من صرنا زمان مش عاملين فيديوهات طبيخة، بنعمل تحديات تحديات تحديات. خلينا نجرب هالشغلة. وهذا هو كان الفطور الانجليزي. ما كانش تحدي، كانت لقمه على السريع بصراحه كثير زاكي. انا عم بفكر يا جماعه، بما انه احنا عملنا الفطور الدمشقي او فطور بلاد الشام، نجرب كمان نعمل تحدي الفطور الانجليزي. اكتبوا لي بالتعليقات قديش تتخيلوا كم بيضه لازم اعمل، او مثلا الكميه قديش، الوزن، الكالوريز، ما بعرف. اقترحوا علي اشوف، بركي الحلقه الجايه عملنا تشالنج الفطور الانجليزي. ما تنسونا يا جماعه كالعاده من الشير ومن لايك ومن سبسكرايب، خلينا نكبر، خلي العيله تبعتنا تكبر اكثر واكثر. بحبكم كثير، ستي هيلثي، باي.